اليوم 10 أيام والحمل فوقهم، هتكت أحرارهم، دخلت بيوتهم، قتلتهم، نهبت ما معاهم، وكأنهم إسرائيل في الوسط اليمن بسبب الأراضي. عليهم مظلومية بنهب الأراضي من أبو حيدر جحا، لا الداخلية لا كل مكان، سارات غيرها نهب. والآن ولا حد يحرك ساكن ولا تعنوا، العدوان بيتمدح بالكلام وتحدث في القنوات وإحنا ساكتين، لا حد أوقف ولا حد أوقف وزارة الداخلية بالتعسفات على المواطنين، كبره نهب هكا أعراض. إن عدلنا أريد من الأخ رئيس المجلس مخاطبة الداخلية إيقاف الحمل وتشكيل لجنة يبصروا مظلومية أهل صرف، لا يقولوا شو قتلوا العسكر، لأن نهب أراضيهم دائم في كل مكان، بآلاف اللبن، 10 آلاف اللبن، وهم بيحتقوا أعراضهم لليوم. هذا النقطة الأولى. الثانية، الهيئة العامة للزكاة بتفرض الخمس ركاز على قلابات النيزة والكسارة، اخرج للخامس مثل حتى تشكل لنفسك إذا كنت بتقول إني بالركاز، الركاز وهو الخمس ومن باطن الأرض مش من على الأرض، والمفتي يفتي بما شاء، لا مع الذمة ولا مع شيء، مفتي الجمهورية بيفتي بما أرادوا. والعام بيجنوا قلنا لهم في الزكاة خذوا ما بياخذ صاحب الجبل، أنا بعيد سار مستعجر من صاحب الجبل ومعي رهق، كم ما بين خذ منك من صاحب السار خذ منها الخمس. قالوا أبدا، نشتي 150 على كل مت، على أساس على القاطرة 12500 وبيدخل 1000 قاطرة، يعني 1000 قلب 6، يعني يشتي 25 أو 30 مليون في اليوم، وهذا بترتفع على المواطن. النيش الكري الحجارة وغطوها الماء وبعض